نيجي لواحد هختم خبري معاكو، هنري كيسنجر. هنري كيسنجر 99 سنة، كان شغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة لفترة، اقترح التنازل عن أراضي أوكرانيا لروسيا، وقال لبتوع حلف الناتو اقعدوا مع بعض وقعدوا مع روسيا وحطوا في الاعتبار ان روسيا لازم يكون ليها مصالحها وتوفوها لها. هو ده اللي هيوفر على العالم كله مشاكل في الفترة اللي جاي. هنسمع بقى ولا الرعونة تاخدنا وانا الكبير؟ واحنا مبناش كبار دلوقتي، خلي بالكو. وبينبههم ان انت عينك على روسيا وخايف منها، الغول الكبير المارد الاحمر الصين داخل عليك وهتضيع كل حاجة حضرتك وهتكتم على نفس الكل. بس نخلي بالنا ويبقى في شوية حكمة يعني في إدارة الأمور. وبيحذر كمان من حدوث حرب أهلية هنا في أمريكا لو ما خدناش بالنا. اسمعوا للناس دول خبرة، وارحمونا احنا. وهو خبرة يعني كبيرة، خبرة صراحة. خبرة طبعًا كبيرة طبعا.